ناكل اي حاجه يعني بومبار فرشه كرشه لحمه راس اي حاجه مفيش فايده كفايه يا شكيب جعان اضافي ايه شكرا القهوه هنا والشاي هنا والقهوه التانيه هنا عند عدلي بيه الحساب عنده بقى اشكرك ميرسي شكرا حبيت بس اشرح لكم منطلقات المذكره وفلسفه الطعن اللي هعمله على القانون فهل استوعبتم شكيب ها طبعا طبعا استوعبنا انا تلميذ حضرتك لما نشوف والله يا فندم انا مبهور بالقعده ديت انا مش مصدق والله اني قاعد مع حضرتك بس انت ازاي جبت الثغره ديت الثغرات كتير اي واحده فيهم ها طاعه الزوج يا بنت اللعيبه ايوه هي ديت الثغره اللي قصدي عليها طبعا استخدام القوانين مصطلح طاعه الزوج مخالف للدستور ويشمل عوارا دستوريا بائنا مفهوم الطاعه السائل المطاط مفهوم ديني أو أخلاقي لكن مش قانوني. يعني إيه طاعة؟ في إيه؟ وليه؟ ومن يوجبها؟ حضرتك بتسألني أنا؟ الكلام ده كله مخالف للدستور. فالطاعة للقوانين وليس لأشخاص. ثم تغييب طاعة الزوج للزوجة في القوانين نفسها تغييب للمساواة وإهدار لقيمة العدالة ومخالفة للدستور. مخالفة للدستور. الله. الله عليك يا فندم الله بس اللي حضرتك بتقوله ده صعب الناس تفهمه ولو فهموه مش هيقتنعوا ساعتها بقى عصا الساحر تطلع بقيه الطاعون يا سلام يا سلام على طاعونك جهبز من جهابزه القانون اه والله ودهليز من دهاليزته تونه اخيرا جيتي اهلا يا تونه انا مش عايز اقول لك والله ان في كونسلتو من جهابزه القانون قاعدين عشان يحلوا مشكلتي معلش يا جماعه انا اسفه جدا على التاخير لولا الساعات الاضافيه اللي باخدها في الشغل وتمرينات العيال كنت حضرت معاكم من بدري ما تقلقيش انا متفاهم جدا وانا بجد متشكره لحضرتك انا على فكره انا شفتك وانت طفله فاتت طبعا انت اكيد مش هتفتكري لما كنت رئيس لمحكمه المنصوره كان امين سر المحكمه والدك الاستاذ امل حربي قولوا لي عملتوا ايه مع المستشار عدلي الراجح؟ طب استمر علينا شويه حتى نشرب بق ميه، كوبايه شاي، ناكل لنا لقمه. بس انا اهنيك على فرصتك والله يا استاذ شفيع. صدق اللي قال الكبير كبير يا محمد يا منير. اي والله يا استاذ شفيع استاذ عدلي ده جهبز من جهابزه القانون، اي والله. وانت عرفت كده لوحدك؟ لا ابدا هو كسب فيا ثواب وفاهمها لي. الله في يا استاذ شفيع انت قافش علينا ليه كده على الواحده الا صحيح يا تونة بقى والدك يبقى امين سر محكمه المنصوره وما تقوليلناش ده كلام برضك صحيح يا تونة انت عمرك ما حكيت لنا عن باباكي ابدا وانا يعني عمري كنت حكيت لكم عن امي عشان احكي لكم عن ابويا مش فاهمه قصف جابها كده ناس غريبه جدا مش بيقولوا كده في ناس مقطوعه من شجره انا بقى مقطوعه من شجره يا ستي بس كل اللي فاكراه من الشجره المقطوعه دي ابويا كان بيرجع من شغله بشنطه زي بتاعت شكيب بالظبط دي ويطلع منها شويه جرانين ويقعد يقرا وساعات يرجع بقى بكيس اسود فيه فاكهه ساعات جوافه وساعات حرنكش حرنكش بقى كنت بحبه قوي وانا اقعد اتنطط على كتفه امي كانت تشدني من قفايا وكنت اقول لي كفايه بقى ابوكي تعب وفي مره بقى لقيتها خارجه من اوضه النوم ولابسه اسود وتقول لي ابوكي هتعيش انت طبعا ساعتها ما كنتش فاهمه الجمله ايه لقيتها واخداني زي البهجه كده قامت طالعه بيا على القاهره وبعد كده هي كمان راحت وعشت انا بقى لقلبك كلمه تعيش انت دي انا ما كنتش برضه فاهمها زيك هو استاذ شفيع عرفان مننا ليه كده؟ اه